تحية عطرة. إذا مداخلة فلسفية جديدة بعنوان فلسفة موسى مندلسون بين التنوير المعرفي والتسامح الديني. مقدمة: كان موسى مندلسون من مواليد 1729 وتوفي في 1786 مفكرا مبدعا وانتقائيا، وضعته كتاباته عن الميتافيزيقا والجماليات والنظرية السياسية واللاهوت جنبا إلى جنب مع تراثه اليهودي في بؤرة التنوير الألماني لأكثر من 3 عقود. بينما وجد مندلسون نفسه في المنزل مع ميتافيزيقا مشتقة من كتابات لايبنيتز وولف وبومغارتن، كان أيضا أحد أبرز النقاد الأدبيين في عصره. ظهرت أعماله التي تحظى بتقدير كبير عن أعمال عن هوميروس وإيسوب وبوب وبورك وموبرتوس وروسو، على سبيل الاستشهاد بجزء بسيط فقط من مقالاته النقدية العديدة في سلسلة من المجلات التي شارك في تحريرها مع ليسينغ وفريدريك نيكولاي. كما ساهم مندلسون الذي أطلق عليه لقب لوثر اليهودي بشكل كبير في حياة الجالية اليهودية، وأرسل أو كتب العديد من الرسائل في ألمانيا، حيث قام بحملات من أجل الحقوق المدنية لليهود، وترجم أسفار موسى الخمس ومن مزامير إلى الألمانية. ليس من المستغرب بصفته يهوديا أن يكون لديه إيمان لا يتزعزع في التأثيرات المناسقة للتحليل العقلاني والخطاب، وأن ينزعج مندلسون كل من دعاة المسيحية والمؤسسة يعني المؤسسين والمعنيين بأنفسهم. وهكذا تم تحديه من طرف يوهان لافاتير بشكل سيء لدحض حجاج اللاهوتي تشارلز بوني أو التحول إلى المسيحية. إن التحدي الذي عطل مندلسون فعليا من خلال النداء للتسامح وسلسلة من الأسباب للامتناع عن مثال الجدل الديني. وبالمثل فقد اعترض بعض المفكرين اليهود على يعني مندلسون، خاصة في قراءته الدينية لليهودية وحجته في تصور اليهودية كدين يقوم على العقل وحده، بالإضافة إلى قضية لافاتير وعمله كمحرر وناقد. ربما كان مندلسون معروفا لدى معاصريه بسبب رواياته المتغلغلة عن تجربة الجليل لسبليم السامي يمكن ترجمته، وبسبب الحجج الواضحة لخلود الروح ووجود الله وارتباطها الوثيق بليسينغ، بسبب نزاع حول وحدة الوجود مع جاكوبي خلال 80 القرن 18، وإصرارها على أن ليسينغ لم يكن سبينوزيا كما صوره يعني جاكوبي. بالنسبة للعديد من المتابعين ربما اشتهر يعني مندلسون بأنه نموذج لناتان الحكيم بطل الرواية في مسرحية ليسينغ الشهيرة التي تحمل الاسم نفسه والتي تدافع عن التسامح الديني. بالنسبة قلنا الحياة والأعمال، هو من مواليد 6 سبتمبر 1729 في ديساو أنهالت بألمانيا. اتبع عام 1743 الخاخام فرانكيل إلى برلين ودرس مع الباحث موسى بن ميمون، ثم في عام 1754 أصبح محاسبا في شركة صناعة الحرير مع إسحاق بيرنهارد. تبدأ صداقة مدى الحياة مع جوتهولد إفرايم ليسينغ. سنة 1755 ينشر يعني بشكل مجهول أو تحت اسم مجهول الحوارات الفلسفية وكذلك حول المشاعر، وهنا مع ليسينغ وبوب الميتافيزيقي. في 1756 ينشر أفكار المجهولة حول الاحتمالات وترجمة مع تقديم نقدي يعني مقالات روسو الثانية، خطابات روسو الثانية. في 1757 ينشر بشكل مجهول اعتبارات حول مصادر وترابط الفنون الجميلة والعلوم في مكتبة العلوم الجميلة والفنون والتي شارك في تحريرها مع ليسينغ وفريدريك نيكولاي. في 1758 ينشر بشكل مجهول اعتبارات الجليل وفي العلوم الجميلة.
في مكتبة العلوم الجميلة والفنون. في 1760 يؤلف تعليقاً عبرياً على المصطلحات المنطقية لموسى بن ميمون. نشر عام 1761 كتابات فلسفية تحتوي على مقالات منشورة سابقاً جنباً إلى جنب مع مقال جديد أو الإضافات إلى الرسائل على المشاعر. تزوج عام 1762 بفروميت جوج نهايم. منح عام 1763 جائزة من الأكاديمية الملكية للعلوم على كتابه الدليل في العلوم الميتافيزيقية، نشر بعد ذلك بعام يعني 1764. نشر عام 1767 فيدو أو على خلود الروح في 3 حوارات. في عام 1768 يكمل التعليق العبري على سفر الجامعة. ثم 1769 ينشر رسالة إلى لافاتير ردا على تحدي لافاتير لدحض أو تبني حجج تشارلز بوني عن المسيحية. ينشر عام 1771 طبعة ثانية من كتابات فلسفية بداية المرض ورفض العضوية في الأكاديمية الملكية. في 1777 ينشر طبعة ثالثة من الكتابات الفلسفية يتدخل بنجاح في ديرسدون لمنع طرد المحتجين من أفراد الجالية اليهودي. في عام 1780 ينشر ترجمة سفر التكوين. في عام 1781 ينشر ترجمة سفر الخروج. في عام 1783 ينشر في السلطة الدينية اليهودية وترجمات أسفار موسى الخمس والمزامير. في 1784 ينشر في السؤال ماذا يعني الأنوار، وهو الذي يعني رد عليه مانويل كانت في مقال بنفس العنوان ما الأنوار. في 1785 ينشر ساعات الصباح أو محاضرات حول وجود الله. 1786 مات في 4 يناير وترك منشور نهائي لأصدقاء ليسينغ يظهر ملحق لمراسلات السيد جاكوبي حول عقيدة سبينوزا حول وحدة الوجود. نبدأ بفلسفته الميتافيزيقا ونظرية المعرفة. حصل ماندلسون حول الأدلة في العلوم الميتافيزيقية أو ما يسمى بمقال الجائزة. حصل على الجائزة الأولى من المسابقة التي نظمتها الأكاديمية الملكية البروسية للعلوم حول مسألة ما إذا كانت الحقائق الميتافيزيقية قادرة على الحصول على نفس النوع من الأدلة مثل الحقائق الرياضية. جاءت مقالة إيمانويل كانت في المرتبة الثانية، يعني هو ماندلسون هو الذي تفوق على كانت. في المقال المنشورة عام 1763 جادل ماندلسون بأن الميتافيزيقا تتابع موضوعها من خلال تطبيق نفس الطريقة التي تتبعها الرياضيات، تحليل المفاهيم. على حد تعبيره إن تحليل المفاهيم لفهم ليس أكثر من ماهية يعني الإدراك، لكن ماندلسون يشرع بعد ذلك في التفريق بين أنواع الأدلة بين الرياضيات والميتافيزيقا بالطريقة التالية مثل حساب التفاضل والتكامل، ولكن على عكس الهندسة تعمل الميتافيزيقا مع مفاهيم ليست أقل تأكيد من تلك الخاصة بالهندسة، ولكن تفتقر إلى الشفافية والموارد الخيالية المتاحة لمفاهيم المقياس الهندسي. يكمن الاختلاف بين الرياضيات والميتافيزيقا في الاختلاف في محتوى المفاهيم، أي الاختلاف بين الكمية والنوعية. في الوقت نفسه هناك انسجام أساسي بين النسقين، حيث أن الكم والكيف كلاهما خصائص جوهرية للأشياء المحدودة، ولا توجد كم ولا كيف دون آخر، على الرغم من أنه يمكن تصور الصفات وليس الكميات بدون وجود أشياء أخرى. كما يقر ماندلسون أنه على الرغم من حقيقة أن الطريقة هي نفسها والمحتوى في كل حالة الرياضيات والميتافيزيقا هو سمة جوهرية للأشياء، فإن التقدم في الميتافيزيقا قد تأخر كثيرا عن ذلك في الرياضيات، وهو يقترح 3 أسباب موضوعية لهذا التأخر. أولا، اعتماد الميتافيزيقا الكبير على العلامات التعسفية، العلامات التي لا تتوافق أساسا مع ما هو مدلول. ثانيا، المحتوى الشمولي للميتافيزيقا لا يمكن تحديد جودة دون نظرة ثاقبة كافية إلى الآخرين. وثالثا، حاجة الميتافيزيقا إلى إثبات الوجود الفعلي لما يتوافق مع المفاهيم التي تم تحليلها. وهكذا بالنسبة لماندلسون لا تحتاج الحقائق الرياضية إلى افتراض أكثر من مظاهر الأشياء طالما يتم الحفاظ على التمييز بين المظاهر الثابتة والمظاهر المتقطعة أو على نحو مكافئ بين المظاهر التي لها أساسها في التكوين الجوهري
لحواسنا وتلك التي لا تفعل شيئا، على سبيل المثال بسبب مرض أو من منظور خاطئ. وهكذا حتى في نظام المشككين أو المثاليين لا تبقى قيمة الرياضيات النظرية البحتة فحسب، بل حتى الرياضيات العملية والتطبيقية، وتحتفظ بيقينها الذي لا يمكن إنكاره. على نقيض من ذلك، تتطلب الميتافيزيقا حلا لمشكلة المثالية. فبعد 25 عاما من تقديم مقال الجائزة، واصل مندلسون صراعه مع قضية المثالية، وخاصة في كتابه في ساعة الصباح آخر أعماله الميتافيزيقية. على الرغم من أنه يتبنى إيمانا متوافقا مع موقف واقعي أو ما يسميه الثنائية قبل المثالية والمادية والشك الريبية، يبدو أنه يتجه نحو موقف يمتد إلى انقسام المثالي وغير المثالي. إنه يرى أن الاستفسار عن شيء خارج المفهوم يعادل الاستفسار عن مفهوم ليس في الواقع مفهوما، وبالتالي من المفترض أن يكون هناك شيء متناقض. يظهر ميل إضافي في اتجاه المثالية في رفضها للتعريف التقليدي للحقيقة باعتباره اتفاقا بين الأشياء والأفكار، على أساس أن النسخة في الفكر لا يمكن مقارنتها بالأصل الشيء. نظرا لأنه يمكن مقارنة الأفكار مع بعضها البعض، فإنه يلجأ إليها لتحديد الحقيقة، يعني الحقيقة الفكرية أو الحقيقة الصورية. على الرغم من أنه ليس من الواضح كيف يمكن لهذه الخطوة أن تتجنب المثالية، لكنه في الوقت نفسه يميز الحقائق المؤكدة التي تتكون من اتفاق الأفكار مع نفسها عن الحقائق الفعلية التي يحددها التمسك بمبادئ الاستقرار والقياس، بالإضافة إلى عدم التناقض. الحقائق الأخيرة هي حقائق عن وقائع خارج الذات أو عن علاقة سببية، على الرغم من أنها مرتبطة بعوامل معينة، عدد الأحاسيس من نوع واحد الذي يتفق مع بعضها البعض، وعدد الأنواع المختلفة من الأحاسيس التي تتلقى، وعدد من المرات التي تتفق تقييمنا مع تقييمات الآخرين والأنواع الأخرى وحتى الكيانات العليا. مرددا صدى ديكارت، يؤكد مندلسون أن إثبات وجود الله ضروري لإثبات الوجود الفعلي للأشياء خارجنا. وربما يمكن إرجاع هذا التناقض إلى شكوك مندلسون المتزايد في أن القضية برمتها التي تفصل بين المثاليين وأولئك الذين يدعمون المواقف المتناقضة هي قضية خاطئة، وهي نتاج الارتباك اللغوي. أخشى، يقول مندلسون، أخشى في النهاية أن يصل الجدل الشهير بين الماديين والمثاليين والثنائيين إلى مجرد نزاع لفظي هو أمر يخص اللغوي أكثر منه الفيلسوف المتأمل. قد تمت الإشارة بالفعل إلى وجهة نظر مندلسون في مقال الجائزة بأن اعتماد الميتافيزيقا الضروري على الإشارات الاصطناعية هو أحد، يعني التركيبية، هو أحد الأسباب التي تجعل صعوبتها أكثر من الصعوبة التي تخص الرياضيات. في 1785 في كتابه ساعة الصباح ذهب إلى أبعد من ذلك بقوله: أنت تعرف مدى ميلي لشرح كل الخلافات في المدارس الفلسفية على أنها مجرد نزاعات لفظية، أو على الأقل مشتقة أصلا من الخلافات الكلامية. تمشيا مع هذه الشكوك المتقدمة حول أصل وفعالية القضية على المثالية والإزدواجية الواقعية، يأتي مندلسون في النهاية ليحدد للعقل دورا وسيطا في النزاعات بين الفطرة السليمة والمتعالية، وهو يجادل بأن الفطرة السليمة عادة ما تكون صحيحة ولكن ليس دائما، ومن ثم فإن مهمة العقل هي تقديم دفاع عن التكهنات عندما تنحرف عن الفطرة السليمة. إن مناشدة العقل للتوسط وإذا لزم الأمر كبح، يعني التجريد، تلعب أيضا دورا مهما في تفسير مندلسون عن وحدة الوجود المنقحة أو المنتقات في رسائل في الصباح. ساعات حول هذه النقطة الجدل مع جاكوبي حول وحدة الوجود المزعومة ليسينغ. فيما يتعلق بتأثير منهج مندلسون في المثالية في كتابه ساعة الصباح، يتفق العديد من العلماء على أن تفنيد كانت للمثالية يأخذها يتأثر به وحاضر بقوة، ومع ذلك يؤكد بعض الشراح على الأقل أن كانت يفعل ذلك بقبول منهج مندلسون، بينما يجاد الآخرون إن كان لأسباب متعارضة بأنه يفعل ذلك لدحض موقف مندلسون. بعد ذلك نأتي في العنصر الثالث، علم النفس العقلاني.
في فيدو أو كتاب فيدو أو خلود الروح، حول خلود الروح المصمم بشكل فظاظ على غرار حوار أفلاطون، حوارات أفلاطون. يجمع ماندلسون أنشود لسقراط مع شرح الآثار المروعة على الصعيد الشخصي والأخلاقي والسياسي. إذا كانت حياة الشخص خيرها الأعلى، أكثر الكتب مبيعا في ذلك الوقت والذي يمتد إلى 3 طبعات هذا علم نفس العقلاني الكلاسيكي كما قال ديلتي، يحتوي أيضا على حجة لبساطة وخلود الروح البشرية تم انتقاؤها صراحة للنقد من قبل كانت في نقد العقل العملي، يعني في المقدمة الثانية من طبعا من نقد العقل المحض. يدعم ماندلسون فكرة أن الروح بسيطة وبالتالي غير قابلة للتدمير من خلال ملاحظة أن بعض سمة الروح أي الطبع الموحد للوعي وهوية الوعي الذاتي لا يمكن اشتقاقها من أي شيء مركب، سواء كانت تلك الأجزاء المركبة يعني قادرة أو ليست من التفكير. لن نكون قادرين على التذكر أو التفكير أو المقارنة في الواقع إذا لم نكن حتى الشخص الذي كنا عليه منذ لحظة. إذا كانت مفاهيمنا مقسمة بين العديد من الأمور ولم يتم وجهتها في مكان ما معا مجتمعة بأدق الطرق الممكنة، لذلك يجب أن نفترض مادة واحدة على الأقل تجمع كل المفاهيم الأجزاء المكونة. لذلك يوجد في أجسامنا جوهر واحد على الأقل ليس ممتد أو مؤلف بل هو بسيط له قوة العرض ويوحد جميع مفاهيمنا ورغباتنا وميولنا في حد ذاتها. أما بالنسبة لمصير الروح البشرية بعد الموت فإن ماندلسون يلجأ إلى الخير الإلهي والعناية الإلهية، وهو ما ربما يفسر لماذا بعد نشر فيدون وجد نفسه بحاجة إلى إعادة النظر في البراهين على وجود الله. لقد لعب دور مهم في تطوير ماندلسون لأراه عن يعني المهنة البشرية وخلود الإنسان. في السنوات التي سبقت تكوين فيدو هو نقاش في أعدار سنة 1774 مع توماس أبت حول موضوع دور توماس أبت في هذا الصدد ومراسلاته مع ماندلسون ورد فعل هيردر النقدي على آراء ماندلسون. ربما يمكن بهذا المعنى يمكن يعني التطرق إلى النقطة الرابعة وهي اللاهوت الطبيعي عند ماندلسون منذ بداية حياته المهنية حتى النهاية حتى وفاته. أيد ماندلسون باستمرار إثبات وجود الله، ومع ذلك لم تكن جميع الحجاج مقنعة بنفس القدر في رأيه. في مقال الجائزة الذي قلناه الذي بدأنا به يؤكد أن الحجاج المحتملة لوجود الله على أساس الجمال والنظام والتصميم موروثة عن القرون الوسطى عن الفلسفة الوسيطة هي أكثر بلاغة وبنيان ولكنها أقل يقين وإقناع من القضايا أو القضايا الصارمة والدقيقة. وبالمثل في كتابه في ساعات الصباح يستشهد بالحجة القائلة بأن شهادة الحواس الخارجية لعالم خارجي لا يمكن تصورها بدون وجود كائن ضروري خارج الدنيا، لكنه يضيف أيضا هذا النوع من الحجة لا يقنع مثاليا أو متشككا أو متعجرفا. ومع ذلك هناك طريقتان على الأقل يمكن من خلالهما وفقا لماندلسون إثبات وجود الله على وجه اليقين. الطريقة الأولى هي من خلال تطبيق مبدأ السبب الكافي على الوجود المؤكد للأشياء الطارئة، يعني وهذا مأخوذ من يعني لايبنيتس. تشهد الشهادة الداخلية للجذور الخاص بالفرد على وجود شيء عرضي نظرا لأن السبب الكافي لوجود الأشياء الطارئة يجب أن يكون بشكل غير مباشر كائن ضروريا، يوجد كائن ضروري. ومن ثم يلخص ماندلسون هذه الحجة بقوله أن موجود لذلك يوجد إله. تعتمد طريقة ماندلسون الثانية لإثبات وجود الله على دراسة فكرة الله، يعني السبب الكافي هو الحجة الأولى مأخوذة من لايبنيز، الثانية الحجة الثانية يعني دراسة فكرة الله مع شروط عدم الوجود. إذا كان هناك شيء غير موجود فهو إما مستحيل أو مجرد ممكن. القول بأن شيء غير موجود مستحيل هو القول بأن خصائصه الجوهرية متناقضة، على سبيل المثال دائرة مربع. إن القول بأن شيء غير موجود ممكن هو القول بأن خصائصه الجوهرية غير كافية لتحديد وجوده وأنه مرهون بعوامل خارجية لا تحصيل لها. إذا كان الله غير موجود فهذا إما لأن فكرة الله مستحيلة أو لأنها مجرد ممكنة فكرة ممكنة أو عارضية، بما أن الحالة الطارئة تستلزم التبعية والاستقلالية أكبر من التبعية فإنها تتعارض مع جوهر الكائن المثالي ليكون ذلك الكائن عرضيا.
ومن ثم فإن فكرة وجود المثيل اللي يمكن أن تكون مجرد فكرة عن شيء ممكن، لكن فكرة وجود كائن كامل لا تحتوي أيضا على قرارات يجب تأكيدها وإنكارها في نفس الوقت. بمعنى آخر، الفكرة ليست مستحيلة. بهذه الطريقة يستنتج موندلسون أن الله موجود من اعتبار أن فكرة الله لا يمكن أن تكون فكرة عن شيء غير موجود، بينما يمكننا أن نتصور كيانات محدودة وعرضية لأنها غير موجودة. لا يمكننا أن نتصور كيان غير موجود كيان ضروري، أي كيان يجمع بين جميع الميزات والخصائص الإيجابية إلى أعلى درجة لا يمكن التفكير فيه على الإطلاق أو عدم التفكير، بخلاف مصر الوجود الفعلي. في هذا الصدد من الجدير بالذكر أن مندلسون يرفض اعتراضا مفاده أن الوجود ليس أساسا، ويؤكد أن مفهوم الوجود يظهر فينا جميعا بطريقة مماثلة، حيث يبحث عما هو مشترك مع ما نفعله ونخوضه، بالتالي نتمتع بعالمية لا يمكن تحليلها أكثر. وهكذا سيسمح ماندلسون بأن الوجود ليس مسندا، وأنه يختلف عن جميع ميزات وخصائص الأشياء، وبالتالي لا يمكن إضافته إلى قائمة خصائص الكيان الأكثر كمالا. ومع ذلك، سواء كان الوجود هو موقع كل الخصائص شيئا ما أو شيئا لا يمكن تفسيره، فإن مندلسون يتمسك بزعمه بأنه لا يمكن التفكير إلا بشيء عرضي دونه. كما يلخص الاستدلال مندلسون كما يلي: يمكن التفكير في الله، وبالتالي في الإله موجود أيضا في متناول اليد قرب نهاية ساعة الصباح. وقد في هذا الكتاب يعني يقدم مندلسون برهانا إضافيا على وجود الله، استنادا إلى يقيننا بنقص معرفتنا الذاتية. يجد المندلسون بأن لدينا معرفة معينة ليست فقط عن أنفسنا، ولكن أيضا عن النطاق المحدود لهذه المعرفة. أنا لست مجرد ما أعرفه بوضوح عن نفسي أو ما يرقى إلى نفس الشيء، هناك ما هو أكثر من وجودي مما قد ألاحظه عن وعي من نفسي، وحتى ما أعرفه عن نفسي هو في حد ذاته قادر على تحقيق تنمية أكبر بكثير وتميز أكبر واكتمال أكبر مما يمكنني من تقديمه من حدود معرفتنا بأنفسنا. أو في هذا الشأن، أي شيء موجود فعليا جنبا إلى جنب مع الافتراض الأقل منطقية بأن كل شيء حقيقي، يجب أن يعتقد أنه واقع من قبل بعض الأشخاص الذين يفكرون. يستنتج ماندلسون أن هناك العقل اللامتناهي الذي يمثل كل شيء لنفسه. إذن هذا في مستوى يعني حجج اللاهوت الطبيعي. ننتقل إلى الأخلاق يعني الإيتيقا عند ماندلسون، يعني وهو الجزء العملي من فلسفته. أخلاق ماندلسون هي شكل من أشكال الكمال، يشبه الكمال العقلاني لأخلاق التي نجدها عند كريستيان فولف وربما أيضا لايبنيتز، لكنها أيضا تحيد عنها بشكل كبير بطريقة تعكس تقدير ماندلسون للأبعاد الجمالية والعاطفية للحياة الأخلاقية. في الجزء الرابع والأخير من مقالة الجائزة، يبحث ماندلسون في مدال الأدلة في المبادئ الأساسية للأخلاق، وعلى وجه الخصوص كيفية مقارنتها بالأدلة اليقين والمفهوم للمبادئ الأساسية للهندسة. يقدم المناقشة مع ملاحظة أنه عندما يقوم شخص ما بالنوع الصحيح من العمل، فإن هذا الشخص يقوم ضمنيا بالاستدلال العقلاني التالي، وهو القياس الأخلاقي في شكل طريقة وضع القضية الرئيسية، حيث تكون الخصية A التي صادفتها يتطلب واجبي أن أفعل B. فرضية ثانية: القضية الحالية لها ملكية. القضية الرئيسية هي مبدأ قاعدة عامة للحياة تم افتراضها في وقت آخر وتذكرها في المناسبة الحالية. تستند القضية الثانية إلى ملاحظة دقيقة للظروف الحالية وعلى الاقتناع بأنها تتفق تماما مع الخصائص المطلوبة. كما هو الحال في الرياضيات، تنقسم عقيدة الأخلاق إلى قسمين: النظري التعليمي والجزء العملي التطبيقي، حيث ينقل الأول القواعد العامة للحياة التي تكون بمثابة المقدمات الرئيسية، والأخيرة تطبيقها في حالة معينة. يؤكد ماندلسون أنه ليس من الصعب إثبات بصرامة هندسية وشفافية المبادئ العامة للأخلاق، أي المبادئ العقلانية التي تنص على ما يجب فعله، يؤكد ماندلسون أنه ليس من الصعب إثبات بصرامة هندسية وشفافية المبادئ العامة للأخلاق، أي المبادئ العقلانية التي تنص على ما يجب فعله وما يجب تركه دون تغيير. لا شيء أكثر وضوحا أو إقناعا من استنتاج ماركوس أوريليوس بأن هذه المبادئ تنبع
الرواقي تنبع من ما هو مشترك بيننا كمخلوقات عقلانية، نظرا لأن البشر لديهم قوة مشتركة في إصدار أحكام القيمة، فإن جميع أحكامهم حول الخير والشر تستند إلى نفس الأرضية متباينة عن بعضها البعض فقط إلى الدرجة التي تكون فيها بصيرتهم. وبناء على ذلك توجد قواعد أرضية عالمية ما يسميه أندلسون أيضا قوانين طبيعية، والتي وفقها يفترض أن يقرر البشر ما يجب عليهم فعله ويتركون ما ينبغي عليهم تركه. يتحرك مندلسون بحرية بين المفرد والجمع في هذا الصدد، ويشير دون قيد إلى قانون الطبيعة الكوني، ولكنه يمكن أن يعزى هذا التاريخ إلى الحقيقة أنه يتمتع بثلاث طرق لإثبات ذلك، وهكذا يعبر عن قانون الطبيعة الأول. الدليل الأول يقوم على الملاحظة، لتحديد هذه القوانين العالمية للطبيعة يحتاج المرء فقط إلى مراقبة ما يفعله البشر وتركه دون تغيير، وميوله وعواطفه المختلفة، وتحديد ما يهدف إليه جميعا. ما تشترك فيه كل الرغبات والمشاعر والميول هو السعي وراء الحفاظ على تحسين حالتنا الداخلية أو الخارجية أو تلك الخاصة بمخلوق آخر. يهدف كل من الفاضلين والمثابرين بالرذائل إلى الكمال حقيقي أو الوهمي، وهو الكمال الذي يفهم على أنه الحفاظ على الحياة الداخلية أو الخارجية أو تلك الخاصة بالآخرين أو تحسينها. من هذا المسعى الشامل تتدفق قانون الطبيعة الأول، أي كما يقول هو اجعل حياتك الداخلية والخارجية وحالة الآخرين مناسبة مثالية بقدر ما تستطيع. يمكن أن تستمد الواجبات تجاه الذات والآخرين والله من هذا القانون الأول. يؤسس الدليل الثاني نفس القانون الأساسي، ولكنه يفعل ذلك بداية على أساس مجرد تعريف لكيان لديه إرادة حرة تستند الاختيارات التي يقوم بها مثل هذا الكيان على ما يجده ممتعا، أي الكمال والجمال والنظام الذي يدركه أو يعتقد أنه يدركه في الأشياء المفضلة. إذن مع لهجة جمالية التي لا لبس فيها تعمل هذه الصفات كأسباب تحفيزية للعمل أو الامتناع عن التمثيل دون أن تكون قسرية جسديا تستلزم هذه الأسباب المحافظة إكراها أو إجبارا أو ضرورة أخلاقية، حيث لا يمكن لأي روح حرة أن تتمتع بعكسها. تم الطعن في هذا الدليل مؤخرا بطريقتين على الأقل، يعني هذا الدليل على الأسس الأخلاق. أولا، إذا اختار الشخص العقلاني الحر بالضرورة أن يتصرف وفقا لمعرفته بالخير والشر، فكيف يطلب منه إتقاء نفسه؟ إتقان نفسه. ثانيا، لماذا القانون معياري وليس مجرد وصفي؟ هذه اعتراضات مهمة. لكن يمكن القول إنها تفترض مواقف لا يمكن لمندلسون مؤيد الفطرة السليمة ولكونه ميتافيزيقي أن يوافق عليها من خلال التأكيد على النقص، ولكن أيضا على قابلية ارتباط الأشخاص العقلانيين، فإن الفطرة السليمة تؤكد جدوى الأمر الزجري إلى الكمال الذاتي من الوصف الميتافيزيقي لأساس الاختيار العقلاني الدوافع والغايات. تتبع القيود المعيارية لاتخاذ هذه الأنواع من الاختيارات بدقة. الدليل الثالث على هذا القانون العالمي للطبيعة يستند إلى اتفاق مع الغرض النهائي من الخلق، من افتراض خالق العالم الذي يتصرف بحكمة في مقاصده ونواياه. يترتب على ذلك أن تعزيز كمال الخليقة يجب أن يكون مشيئة الله. من المؤكد أنه قد لا يكون صحيح أبدا، وبناء عليه يشدد مندلسون على أن القانون ليس نتيجة للقوة الإلهية بل لحق الإرادة الإلهية. ومع ذلك من حقيقة أن الله لا يريد إلا الأفضل، وحقيقة أن الحق ليس سوى القدرة الأخلاقية على فعل ما يتوافق مع قاعدة الكمال، يترتب على ذلك أن الله يمتلك الحق في فرض قوانين خلقه التي هي بالضرورة قواعد كماله. يمكن القول أن هذا الدليل الثالث يمثل خروجا آخر عن فولف الذي رفض تكافؤ القانون الطبيعي مع الأمر الإلهي. بالنسبة إلى فولف، الشخص الوحيد الذي يفتقر إلى العقل يحتاج إلى دوافع غير الإلزام الطبيعي. تلخيصا لهذه البراهين الثلاث، يسرد مندلسون ثلاث أقوال أساسية تؤدي إلى نفس النتيجة، سواء كنا نفكر فيما هو مشترك بين جميع الميول البشرية وندرك أنفسنا ككيانات تتمتع بإرادة الحرة، أو نعترف بأننا من خلق الله وتؤدي المبادئ الثلاث جميعا إلى الاستنتاج المشترك إتقان نفسك والآخرين. يستخدم مندلسون تعبير حق الطبيعة.
لتحديد مجموعة قوانين الحق الطبيعي الناتج عن تطبيق هذه المبادئ العقلانية على الحالات الفردية. بالنظر إلى هذا القانون العالمي الوحيد للطبيعة، ترتبط مفاهيم الفلسفة الأخلاقية بعضها ببعض بشكل يعني كافي لتشكيل نظام نظري، ومن الممكن تطوير جميع واجباتنا وحقوقنا والتزاماتنا من ذلك القانون الطبيعي. والنتيجة هي فلسفة أخلاقية مؤكدة مثل الميتافيزيقا، أي علم الصفات لكيان ذي إرادة حرة. في الوقت نفسه يدعي مندلسون أن الاشتقاق ليس فقط للقانون الطبيعي العالمي، ولكن أيضا لمبادئ مختلفة منه. فضيلة الحب والتحكم في العواطف هي مؤكدة مثل أي دليل هندسي، ومع ذلك على عكس الهندسة فإن الأخلاق، أعتذر، تتعلق بالعمل البشري، وهذا العلم على وجه ذلك نشأ على أسس الميتافيزيقا، على وجه الخصوص المذاهب الميتافيزيقية عن الله والعالم والروح البشرية. ومن ثم فإن الحصول على الدليل في الفلسفة الأخلاقية هو بالضرورة أكثر صعوبة مما هو عليه في الميتافيزيقا، في حين أن المبادئ الأساسية للأخلاق يمكن إثباتها بنفس اليقين مثل تلك الخاصة بالهندسة، فهي ليست على نفس المستوى فيما يتعلق بقدرتها على التفسير والفهم. على عكس الهندسة تفترض الأخلاق فهم تلك الحقائق الميتافيزيقية. أما بالنسبة للأخلاق التطبيقية فهي في نفس الموقف مثل أي علم عملي آخر، من حيث أن درجة يقينها يعتمد على ظروف طارئة وغير معروفة، وكذلك على تأثيرات الأفعال التي لا يمكن توقعها على وجه اليقين. الفرضية الثانية للقياس العملي وتحديد ما يجب أن نفعله في الممارسة، أي في الحالة المعروضة علينا، تمر عبر جميع مستويات الاحتمال. ثم أيضا هناك احتمال أن يقف إلزام بعض واجبات المستوى الأول في طريق تطبيق واجبات المستوى الأدنى، ولكن نظرا للحالة فإن هذه الحقيقة تهرب من الاهتمام الشديد. الواقع ما هو البشر؟ كما يسأل ماندلسون، من هم البشر الذي يمكن أن يكونوا على يقين من أن أعمالهم هي أفضل ما يمكن أن يفعلوه؟ في معظم الحالات يجب أن يقف الضمير والحس السعيد للحقيقة من أجل العقل، مثل الذوق فيما يتعلق بالجمال ونقيضه، فإن الضمير والشعور بالحقيقة هما قدرتين تم تطويرهما بمرور الوقت للتمييز الصحيح بين الخير والشر، صحيح والخطأ على التوالي، دون الاستفادة من التفكير الشامل وعلى أساس الاستدلالات التي هي أقل من يعني استدلالات محضة. على الرغم من ضبابية استنتاجات، فإن ماندلسون يقول هذا الشعور الداخلي بالخير والحقيقة يعمل لدينا وفق مبادئ كونية تم دمجها من خلال ممارسة مستمرة، تحكم في مزاجنا، وبالتالي تؤثر على رغباتنا أكثر بكثير من وضوح الاستدلالات العقلانية التي تقنعنا لكنها تفشل في إثارتنا. إلى جانب الاعتراف بعدم وجود مفاهيم مميزة مناسبة للتطبيق في حالات خاصة، فإن هذا اللجوء إلى الضمير كشعور يشير إلى انفصال حاد عن عقلية فولف وأتباعه، وكذلك لايبنيتس. من خلال تقديم الجزء الأخير من هذه المناقشة للأدلة في الأخلاق، يميز ماندلسون الأشكال النظرية والأشكال العملية للموافقة، في حين أنه من المستحيل الشك في ما هي مسألة قناعة فكرية، فمن الممكن لنا أن نتصرف بشكل مختلف للالتزام الذي نحن به مقتنعون. لذا بعض الحقائق مقنعة فكريا ولكنها لا تحركنا، في حين أن حقائق أخرى أقل يقين تفعل ذلك، تنتج إدراكا حيويا وفعالا وتنتقل إلى ملكة الرغبة، بل وتحفز القرارات. سبب المألوف لهذا التناقض في فعالية الحقائق هو كما يسلم بذلك ماندلسون عند عناد الميول إلى العقل، يعني عناد الميول للعقل. تصبح الموافقة على الحقيقة عمليا إذا كانت المبادئ العقلانية إما تتغلب على الميول أو تضعها في مصلحتها. يحدد ماندلسون الوسائل الأربعة للأخلاق لتأمين اتفاق العقل والرغبة. أولا زيادة عدد الدوافع، ثانيا الممارسة والعادة، ثالثا إضافة الأحاسيس الممتعة التي يفيد فيها الفن والأدب بشكل خاص، رابعا وأخيرا أمثلة تمت ملاحظتها أو يمكن فهمها، على سبيل المثال التاريخ، الأساطير. هذه فلسفة الأخلاق عند ماندلسون.
نأتي الآن إلى فلسفة الفن والجماليات. في المبادئ الأساسية للفنون الجميلة والعلوم ينتقل ماندلسون من الافتراض القائل بأن الروح البشرية قد تعلمت تقليد الجمال، عاشقة لكل مشاعرنا ذاتية التمكين في الأعمال الفنية، ثم يشرع في التساؤل عما تشترك فيه الفنون، أو بعبارة أخرى ما هو الجمال. أطروحة باتو القائل بأن الفن يتألف من تقليد الطبيعة فقط تؤجل السؤال، أو بشكل أفضل تتطلب مراجعتها، بحيث نتساءل عما تشترك فيه جمال الطبيعة وجمال الفن. بعد رفض جاذبية هاتشو للحس الجمالي باعتبار آلة خارجية تمنع الاستفسار، يؤكد ماندلسون أن السمة المشتركة هي تمثيل حسي مثالي. لا تعني كلمة حسي في هذا الصدد حقيقة أن شيء يتم استشعاره من خلال الحواس الخارجية، ولكن أيضا لحقيقة أن مجموعة كاملة من ميزات الكائن يتم إدراكها دفعة واحدة. والمقصود هنا هو أيستيزيس بالإغريقي، على عكس التمثيل المتميز للمثلث حيث يميز العقل أجزاء وجوانب المثلث عن بعضها البعض، فإن التمثيل الحسي يكون واضحا ولكن غير واضح، أي أن يكون التمثيل الحسي هو إدراك شيء ما دون تمييز أجزائه أو جوانبه فكريا، لكن يمكن أن ندرك حسيا أمرا أو انسجام لتلك الجوانب دون تمييزها عقليا. الجمال أو التمثيل الحسي المثالي سواء في الطبيعة أو في الفن يتعلق بالتالي بالأشكال والأوامر والتناغم، وفي الواقع كل ما يمكن أن يتم تمثيله للحواس ككمال في هذا التعريف للفن يمكن أن يكون ما يتم تقديمه قبيحا أو مثيرا للإشمئزاز، طالما أن التمثيل مثالي حسي. على الرغم من أن ماندلسون يعالج المشاعر المختلطة التي تتراكم عندما يكون الكائن الممثل غير صار، من هذه الاعتبارات اشتق ماندلسون شرطين ضروريين للفنون الجميلة في إخلاص التمثيل: التقليد، والأهم من ذلك بكثير الفن، وحتى العبقرية. يعني هناك شرطين ضروريين للفنون الجميلة: الإخلاص في التمثيل، يعني النزاهة عند التمثيل، والعبقري. في هذا الصدد يجادل بأنه فيما يتعلق بالجمال الفردي في الطبيعة فهو أدنى من الجمال الذي ينتج عن الفنون. في المبادئ الرئيسية يؤسس ماندلسون أيضا التمييز العام بين الفن الفنون الجميلة والعلوم الجميلة، على غرار الفرق بين العلامات الطبيعية والعلامات الاصطناعية. في حين أن الفنون الجميلة الموسيقى والرقص والرسم والنحت والعمارة تعمل في الغالب مع العلامات الطبيعية، فإن العلوم الجميلة الشعر والبلاغة تستخدم عادة إشارات اصطناعية. ومع ذلك فإن التمييز لا يكاد يكون صارما، وينتهي ماندلسون حول المبادئ الرئيسية بمناقشة الطرق التي قد تقترض بها الفنون بعضها من بعض، على سبيل المثال الرسم المجازي أو الجمع، على سبيل المثال أوبرا. منشور ماندلسون الثاني، ولكنه منشور الأول حول المسائل الجمالية، يميز أحد أبطال الثلاث أنواع من المتعة الحسية والجمالية والفكرية، وهو تميز يقارب على التوالي الأنواع الثلاث من التصورات التي وضعها لايبنيتز وولف، من بين أمور أخرى وهي مرتبكة وواضحة ومتميزة. في هذا السياق يشرح ماندلسون كيف يمنح الجمال متعة مميزة على وجه التحديد كواحدة تعدد الأشياء التي تأخذها الحواس، ومع ذلك لم يتم التعامل مع هذا التمييز في الملذات. ما يسمى بالمشاعر المختلطة التي يبدو أننا نختبرها أحيانا عند رؤية ما هو بخلاف ذلك مؤلم أو مرعب، أو على أي حال لا يظهر الانسجام أو النظام النموذجي للجمال. في البداية على وجه التحديد في المشاعر، اعتقد ماندلسون أنه لا يزال من الممكن معالجة المشكلة من خلال تحديد بعض الكمال في الكائن، على سبيل المثال مهارة المصارع، فضيلة الشخصية المأساوية كمصدر المتعة التي نشعر بها. بعد 6 سنوات في كتابة الإضافات إلى الرسائل المتعلقة بالمشاعر، قام ماندلسون بمراجعة تفسير لهذه المشاعر المختلطة من خلال ملاحظة أن كل تمثيل فردي له عنصر شخصي وموضوعي بشكل ذاتي أو كتقرير للروح. يمكن للتمثيل أن يكون بعض الكمال في الروح وبالتالي يكون مرضيا، على الرغم من أنه موضوعين أو كصورة للموضوع قد نجده مثيرا للإشمئزاز. تزداد المأساة تعقيدا لأن التعاطف الذي نشعر به تجاه الشخصية المأساوية يعتمد على الكمال الموضوعي والذاتي، أي فيه أو فينا، وكذلك على نقص الموضوع والألم والظلم الذي يلحقه به. يعطي ماندلسون تطورا آخر لتفسير المشاعر المختلطة،
ثم لاحقا في رسالته حول الجليل سذاجة في العلوم الجميلة، تجارب هائلة من الأشياء، عالم البحر الذي لا يصبر غورة، سهل بعيد المدى، جحافل النجوم التي لا حصر لها، خلود الزمن، كل ارتفاع وعمق يرهقنا، أحيانا يجعلنا نرتعد لكننا ما زلنا نجده مغريا. إنه لمن دواعي السرور أن نختبره، على الرغم من أنه يؤكد النقص والكمال فينا. في الجليل يميز ماندلسون أيضا الجمال باعتباره شيئا محدودا من الضخامة كشيء غير محدود، ثم يميز بين الشدة الممتدة عن غير الممتدة المكثفة. قد يكون عدم القدرة على فهم البحر مثالا على ضخامة الطبيعة، سيكون التكرار المنتظم للفترات الزمنية في الموسيقى مثالا على محاولة تمثيل تجربة ضخامة ممتدة في الفن. لكن يبدو أن ماندلسون أكثر اهتمام بالعناصر الهائلة غير الممتدة أو المكثفة، قوة والعبقرية والفضيلة لهذا خامة غير ممتدة تثير بالفعل شعورا بوخز العمود الفقري، ولكنها تتمتع بميزة عدم الانتهاء من خلال التوحيد الممل وفي الشبع وحتى الإشمئزاز كما يحدث عموما في حالة الامتداد الموسع. ثم يقدم ماندلسون فئة التعالي يعني للتمثيل المثالي لمثل هذه الكثافة، وهو تمثيل ينتج الرهبة على وجه التحديد لأنه يتجاوز توقعاتنا المألوفة. للحصول على معالجة ثقبة لوجه نظر ماندلسون للمشاعر المختلطة باعتباره حسابا معقدا للمصادر المتعددة للاستجابات الجمالية للفن، هناك جانب آخر من جمالية ماندلسون يستحق الذكر، ليس أقله تأثير على التطورات اللاحقة في علم الجمال. لقد لوحظ بالفعل أن ملذات الجمال والسمو لا يجب تحديدها على أنها ملذات حسية بحتة أو ملذات فكرية بحتة. تمشيا مع هذا التمييز، يميز ماندلسون نوع الموافقة التي تنطوي عليها التجارب الجمالية عن المعرفة أو الرغبة، على الرغم من إصراره على أن المشاعر الجمالية للمتعة يمكن مع ذلك أن تكون بمثابة انتقال كما كان من المعرفة إلى الرغبة. في تبنيه لثلاث قدرات متميزة للعقل وفي تقييمه للبعد الجمالي باعتباره جسرا بين مسائل الحقيقة والخطأ، قدرة المعرفة ومسائل الخير والشر، قدرات الرغبة، يتوقع ماندلسون بوضوح الجوانب المركزية من فلسفة كانت الناضجة والنقدية. وهناك تشابه آخر وإن كان أقل دقة يستحق الذكر أيضا، وهو التشابه بين تصور كانت للطبع اللامبالي لتجربة الجميل ومفهوم ماندلسون للتجربة كشيء يمنحنا متعة ليست مجرد متعة حسية أو فكرية. نحن ننظر إلى جمال الطبيعة والفن بسرور ورضا دون أدنى حركة من الرغبة. بدلا من ذلك يبدو أنه علامة خاصة للجمال ينظر إليه برضا هادئ للحصول يعني هنا على لابد للحصول على فهم أكبر لجمالية ماندلسون ومقارنتها بجمالية كانت. ينبغي أن نبتعد عن تصور التناقض بينهما. الآن في المستوى السابع النظرية السياسية لماندلسون، يعني في كتابه في القدس أو في السلطة الدينية اليهودية، يميز ماندلسون الكنيسة والدولة من أجل إظهار الانسجام المفيد بينهما وبالتالي الحاجة إلى التسامح. في الجزء الأول من المقال جادل وفقا لذلك بأن لا الدولة ولا الدين يستطيعان إجبار الضمير البشري بشكل شرعي يعني على الخضوع، وهذا الكلام في الجزء الثاني يؤكد أن هذه الحجة ضد السلطة الدينية تدعمها اليهودية. لم تكن النقطة الثانية أقل إثارة للجدل من النقطة الأولى، خاصة وأن العديد من الشيوخ والحاخامات اليهود احتفظوا بالحق في الحرمان الكنسي. لكن ماندلسون رد عليهم على ما يبدو بشكل خاطئ، على أن هذه الممارسة ليست متأصلة في اليهودية القديمة والأصلية، ولكنها مستعارة بمرقة من المسيحية. وبعيدا عن الفصل بين الاهتمامات الزمنية والاهتمامات الروحية للتمييز بين الدولة والكنيسة كما فعل جون لوك، يصر على أن رفاهيتنا في هذه الحياة هي نفس السعادة الأبدية لنا في المستقبل، كما أنه لا يؤسس التمييز بين الكنيسة والدولة على الفرق بين القناعات والأفعال. كلا من الدولة والكنيسة لهما أهداف وقناعات، فالأولى من حيث أنها تستند إلى العلاقات بين الإنسان والطبيعة، والثانية من حيث أنها تستند إلى العلاقات بين الطبيعة والله. بقدر ما يتعلق الأمر بالقناعات لا يمكن الكنيسة ولا الدولة الإكراه. هنا كما أشرنا سابقا ليس لدى الدولة وسيلة أخرى للعمل بفاعلية غير الكنيسة، كلاهما يجب أن يعلم ويرشد ويشجع ويحفز.
إنما يساهم بقوة في قدرته على التعزيز المتبادل، وحقيقة أنه لا يوجد أيضا فرق في تكوين القناعات والواجبات نفسها. الاختلاف الوحيد بين الكنيسة والدولة في مسألة القناعات هو عاقبتها الغائية. وهكذا سيصل الفيلسوف الأخلاقي إلى نفس نظام الواجبات، مثل الشخص الذي يراها تعابير إلهية. الدين يعطي نفس الواجبات والالتزامات، فقط عقوبة أشد. تختلف الأمور عندما يتعلق الأمر بالأفعال التي يمكن للدولة ويجب عليها أن تفرضها، أي عندما يجعل حجم المجتمع وتعقيده من المستحيل الحكم بالقناعات وحده. وسيتعين على الدولة اللجوء إلى الإجراءات العامة والقوانين القسرية والعقوبات من الإجرام والمكافئات. هنا يكمن لماندلسون الاختلاف الأساسي بين الدولة والكنيسة. المجتمع المدني باعتباره نتاج عقد اجتماعي، الحق في الإكراه، والمجتمع الديني ليس له مثل هذا الحق. الدولة قوة مادية وتستخدمها عند الضرورة. إن قوة الدين هي المحبة والإحسان، بقدر ما تستند حجة ماندلسون للتسامح الديني إلى فرضية دينية، أي بقدر ما تقوم الواجبات تجاه الآخرين على العلاقة بالله. كلما زاد عدد العقوبة المرتفعة فهي أقل فائدة، كما قيل من حجة كانت التي تستند ببساطة إلى الحق الفطري في الحرية. هناك تحدي مشابه من منظور كانت يتعلق بتداعيات دفاع ماندلسون على القضايا أو التكهنات كمصدر لسلطة العقل على وجه نظري للتاريخ. يتطابق رفض ماندلسون لفكرة التقدم الأخلاقي في التاريخ وتأييد كانت للفكرة، كما يقال على وجه التحديد، مع التناقض بين قبول ماندلسون لسلطة خارجية عن العقل وإصرار كانت على سبب ذاتي للتشريع. في القدس، في مقالة عن القدس، يجادل ماندلسون بأن اليهودية هي في الأساس ديانة طبيعية لا تحتوي على حقائق مكشوفة غير متاحة للعقل دون مساعدة. من حين آخر، كما يشير ألان أركوش، يتحدث بحذر ويقتصر هذا الادعاء لأساسيات اليهودية. حتى مع وجود مثل هذه المؤهلات، من الواضح أن ماندلسون اقترب من اليهودية وتاريخها بنظرة ربوبية إلى حد ما، بأن الإيمان الأصلي القديم لم يؤكد شيئا أكثر من الحقائق المنطقية. ومع ذلك فهو يجمع بين هذا المنهج العقلاني ومفهوم الوحي الذي يؤكد على تمييز اليهودية، ويؤمن للمؤمنين اليهود مصيرهم كشعب الله المختار، لأنه في حين أن الوحي لا يحتوي على حقائق خارقة للطبيعة، فإنه يصف طريقة حياة يمكن لممارستها أن تفيد البشرية جمعاء. هنا تفسير الوحي بشكل صارم كتشريع وليس كإضافة إلى مخزن الحقائق هو على الأرجح مستعار بشروط من سبينوزا. اليهودية تفتخر بعدم الكشف الحصر عن الحقائق الأبدية التي لا غنى عنها للخلاص. أي دين موحى بالمعنى الذي يفهم في هذا المصطلح عادة، كشف الدين شيء والتشريع الموحى شيء آخر. هذه هي فلسفته السياسية وعلاقتها بالدين. الآن اللغة، فلسفة اللغة عند ماندلسون. يجد ماندلسون الاعتبارات اللغوية في قلب الأسئلة الفلسفية التقليدية، كما بينا في الميتافيزيقا ونظرية المعرفة. في المقالة الجائزة في الكتاب الأول، ميتافيزيقا ونظرية المعرفة، والذي حصل عليه بموجبه على جائزة، اعتبر ماندلسون اعتماد الميتافيزيقا الأكبر على العلامات التعسفية كأحد أسباب تقدمها البطيء بالنسبة إلى ذلك في علاقة بالرياضيات. وفي ساعات الصباح كتابه الأخير يشير إلى ميله إلى مراعاة الخلافات حول المثالية كلفظية بحتة. الانضمام إلى هذه الملاحظات حول استيراد اللغة للفلسفة، معالجات رئيسية للغة أحدهما في البداية والآخر في نهاية حياتها المهنية. في البداية تناول بشكل نقدي آراء روسو حول أصل اللغة في سياق مسابقات مقالة أكاديمية برلين حول اللغة، وراجع ماندلسون لمقال ميكايليس الحائز على الجائزة سنة 1759. فاز ميكايليس بجائزة الأكاديمية لإجابته على سؤال: ما هو التأثير المتبادل لآراء الناس على اللغة، وما هو تأثير اللغة على آراء الناس؟
يتعامل ماندلسون مع محاولة روسو لشرح أصل اللغة البشرية على أساس وصف الحالة الطبيعية التي يتقاسمها البشر مع الحيوانات الأخرى، وكذلك مع إهماله لأي اعتبار لطابع العناية الإلهية لتطور اللغة. في هذه الكتابات المبكرة عن اللغة أكد ماندلسون على الترابط بين اللغة وتطورها مع تطور القدرات الفطرية الموهوبة من الله. لا تشمل هذه القدرات العقل فقط باعتبارها القدرة على فهم الروابط المفاهيمية واستخدام العلامات التعسفية، ولكن أيضا جنبا إلى جنب مع تطوير القدرات العقلانية، القدرة على التفاعل الرحيم في الأسرة والمجتمع. وبالتالي من ناحية فإن تكرار الظواهر السمعية والبصرية والإيمائية يمكن العقل من الإشارة إلى ظواهر لا تشبهها، وفي الواقع على القيام بذلك بطريقة مختلفة تماما عن الطريقة التي تستخدم بها الحيوانات الأخرى بشكل غريزي العلامات الطبيعية والمحاكاتية. بهذه الطريقة يؤكد ماندلسون على الترابط بين العقل واللغة، ويفهم على أنه استخدام الإشارات التعسفية من ناحية أخرى تتطور اللغة ضمن عملية اجتماعية ومعرفية على حد سواء، ونقطة البداية للتحقيق في أصول اللغة هي الأسرة وليس الفرد. بالاقتراض من كوندياك وتحدي وجهة نظر روسو للغة كأداة للتواصل الاجتماعي في المقام الأول، كتب ماندلسون ما يلي: إن الدافع إلى الحياة الاجتماعية فطرة أيضا في البشر، ويؤدي على الفور إلى ممارسة القدرة على اللغة. في القدس، في مقال عن القدس في نهاية مسيرته المهنية، يعود ماندلسون إلى موضوع اللغة في سياق التعبير عن المعنى الذي تعتبر فيه اليهودية لأسباب وجيهة دينا للكلمة المنطوقة بدلا من الكلمة المكتوبة، بالاعتماد على تقليد حي لنقل وتفسير التشريع الإلهي. في هذا السياق يؤكد ماندلسون مرة أخرى على طابع الاجتماع الأساسي للغة في سياق أداء الطقوس، بينما يلفت الانتباه إلى كل من ضعف التعريف الظاهري والآفاق المشحونة بالحفاظ على نفس المرجع للكلمات بمرور الوقت. في سياق الجدل بأن العقل البشري لا يحتاج إلى وحي خارق للطبيعة من أجل التعرف على الحقائق الأبدية التي لا غنى عنها لسعادته، يلاحظ ماندلسون وهذا الجدل كان موجود آنذاك في القرن ال17، يلاحظ ماندلسون أن اليهودية لا تعتمد على العبارات أو الصياغات المكتوبة التي تم إنشاؤها إلى الأبد غير قابلة للتغيير، ولكن بدل من ذلك على التقليد الحي يتوارث عن طريق التعليم الشفوي قادر على مواكبة تغيرات الأزمنة والظروف. وهكذا فإن اليهودية بالنسبة لماندلسون هي بالأساس دين الكلمة المنطوقة على وجه التحديد كوسيلة للحفاظ على سلاتها بالحياة الواقعية في تغيير السياقات التاريخية والحفاظ على الروابط الشخصية والهوية اليهودية بين أعضائها. ويضيف ماندلسون سببا آخر للإصرار على أن اليهودية هي دين الكلمة المنطوقة على وجه التحديد كتشريع خارق للطبيعة وليس دينا موحى به، إن الاهتمام المستمر بالكلمة المكتوبة لا يمكنه فقط عزل البشر عن بعضهم البعض والتكهنات عن الممارسة، بل يمكنه أيضا إحداث نوع من عبادة الأصنام بعد تجمدها بمرور الوقت. يمكن الكلمة المكتوبة أن تصبح صنما بحد ذاته مما يحجب التمييز بينها وبين ما تعنيه. في هذا الصدد يخمن ماندلسون أن اللغة المكتوبة ظهرت في مسار تطور العلامات المرئية بدءا من شكل من أشكال مجاز مرسل، حيث يعيد كائن ملموس إيقاظ فكرة خاصية معينة على سبيل المثال كلب كعلامة على الإخلاص، في حين أن الانتقال من هذه الأشياء إلى صور لها وفي النهاية إلى الكتابة الهيروغليفية يبدو طبيعيا بدرجة كافية. يعتقد ماندلسون أن الانتقال من الهيروغليفية إلى الأبجدية مكتوبة يتطلب قفزة تتجاوز بكثير القوى البشرية العادية، ومع ذلك فإن الأصول الهيروغليفية للغة المكتوبة هي التي ينسبها ماندلسون إلى إمكانية الوثنية والخرافات والتكهنات الزائدة، نظرا لأن العلامة الهيروغليفية ليس لها نموذج أولي في الطبيعة، فقد وفرت مادة قوية للخرافات. وفي الواقع يشير ماندلسون إلى الحاجة إلى العلامات المكتوبة على أنها المناسبة الأولى لعبادة الأصنام. في الفصل الثاني من مقال في القدس يظهر هذا الحساب العام للغة وتطورها بشكل بارز في الحجة القائلة بأن اليهودية هي شكل من أشكال التشريع الفائق للطبيعة وليس الوحي، من خلال اعتبار اللغة في المقام الأول حوارا حيا بين الأشخاص. لا تغفل اليهودية عن وظيفتها التواصلية من أجل الفكر،
نتيجة لذلك تظل النظرية والتخمين مرتبطين بالممارسة التاريخية والعمل الملموس، ليس من قبيل المصادفة أن لغة اليهودية إلزامية في المقام الأول وليست وصفية، حتى وصفاتها المكتوبة غير مفهومة إلى حد كبير دون تعليقات غير مكتوبة يتم نقلها عن طريق التعليمات الشفوية. ومن ثم فإن استخدام اللغة في اليهودية النص والقوانين الاحتفالية يصد النزعة البشرية لإبداء اللغة نفسها. ويضيف ماندلسون أن الاحتكام إلى التقليد التعليم الشفوي ضروري بالنظر إلى حقيقة ذلك على مدار الدورة. مع مرور الوقت تصبح القوانين نفسها غير مفهومة لأنه لا توجد كلمات أو أحرف تحتفظ بمعناها دون تغيير من جيل إلى جيل آخر. في الفصل الأول من القدس قدم ادعاء ممثل بأنه لاحظ بأن مراوغة الإدراك الداخلي للمدرك نفسه هو استحالة استخدام شخصين نفس الكلمات للتعبير عن نفس التصورات الداخلية. عندما تشير الكلمات المعنية إلى التصورات الداخلية فلا توجد إمكانية لتعريف ظاهري لا أكثر عند نطقها اليوم أكثر مما كانت عليه عندما تم نطقها منذ زمن بعيد. يعني في الواقع في مقطع يشير إلى كل من الغموض والتأجيل اللامتناهي للإشارة يلاحظ مندلسون أن الكلمات لا يمكن تفسيرها بالأشياء. بدلا من ذلك يمكن أن نلجأ مرة أخرى إلى الإشارات والكلمات وفي النهاية إلى الاستعارات. ومع ذلك فإن ماندلسون أكثر ثقة فيما يتعلق بالكلمات التي تعين الأشياء ذات التصورات الخارجية وبشأن احتمالات التفاهم المتبادل فيما يتعلق بها. ليس من قبيل المصادفة أن الطابع الطقوسي للقانون الاحتفالي يستدعي سياقا متكررا بما في ذلك أشياء وأشخاص محددين متاحا للإدراك الخارجي في سياق التبادل بين الأشخاص بما في ذلك الله. والجدير بالذكر أن أنت ونحن لهما الأسبقية على الأنا والهو في مثل هذه السياقات، حيث أن المراجع الحية للمؤشرات السابقة تمكن المرء من الإشارة بفعالية إلى الذات وإلى الأشياء بشكل عام. إن الطبع الشعائري والأداء للغة مما يكمل وجهة نظري حول عدم انفصال اللغة والسبب الذي يغلب التكهنات بالفطرة السليمة. إن ماندلسون الناضج الذي يدرك جيدا مخاطر التظاهر في تحديد المرجع يحد من مزاعم التخمين مع تلك المتعلق بالفطرة السليمة والأكثر اهتمام بربط الجسور بين النظرية والممارسة في طقوس اللغة أكثر من ادعاءات النظرية البحتة. ولا ينبغي أن ننسى أن اعتراف ماندلسون بشخصية اللغة الشعائرية والتعاطفية أساسا كنقطة انطلاق للعقل المتجذرة فيما اعتبره احتمالات اليهودية. الآن نأتي إلى الجدل مع جاكوبي حول الزعم لسينج بمقولة وحدة الوجود. تمتع ماندلسون كما لوحظ في البداية بصداقة طويلة الأمد مع لسينج، بالإضافة إلى عملهم كمحررين مشاركين نشر لسينج بشكل مشهور أعمال ماندلسون الأولى وتعاونه معه في العمل حول بوب ميتافيزيقي من خلال مسرحياته الشعبية. وعمله المؤثر يعني الأخير يعني عمل المؤثر كمسرح ومناقشاته العامة العاصفة مع رجال الدين اللوثريين الأرثوذكس، كان لسينج متحدثا مروعا وجذابا بشكل خاص للتنوير الألماني مما جعله أكثر خطورة على خصومه. وصور عمله الأخير ناتان الحكيم بشكل ملائم، حكيما يهوديا من المفترض أن يكون على غرار ماندلسون الذي يقدم نداء مؤثرا للتسامح من خلال القول بأن الاختلافات بين الأديان هي في الأساس مسائل تاريخية وليست عقلية. الجانب ماندلسون تبنى لسينج فكرة الدين العقلاني البحت وأيد إعلان ماندلسون لا يعترف ديني بأي التزام لحل الشك إلا من خلال الوسائل العقلانية وهو لا يأمر بمجرد الإيمان بالحقائق الأبدية. وهذا هو إعلان ماندلسون. بالنسبة لعلماء التقوى في ذلك الوقت كانت مثل هذه التصريحات ذريعة فاضحة لمشروع التنوير لاستيعاب الدين في العقل الطبيعي. تمت الإشارة بالفعل إلى محاولة لافاتير جذب ماندلسون إلى الجدل الديني، بينما تجنب ماندلسون بمهارة تلك المواجهة. وجد نفسه غير قادر على الصمت على المضض عندما ادعى جاكوبي بعد وفاة لسينج أن لسينج احتضن فكرة وحدة الوجود سبينوزي، وبالتالي جسد نزول التنوير المفترض الذي لا مفر منه إلى اللا ديانة. بعد مراسلات خاصة مع جاكوبي حول هذه القضية وفترة طويلة عندما لم يستجب جاكوبي، حاول ماندلسون تصحيح الأمور بشأن سبينوزا وعلاقته بليسينج أو تأثيره في ليسينج.
في كتابه ساعات الصباح أثار تعلم خطط مندلسون غضب جاكوبي الذي توقع أن يتم استشارته أولاً، والذي استجاب وفقاً لذلك بنشر مراسلات حول تعليم سبينوزا في رسائل إلى السيد موسى مندلسون قبل شهر من ساعات الصباح دون موافقته، منزعجاً على المستوى الشخصي والفكري من الجدل حول وحدة الوجود. يعني هذه القضية يجب ألا تحجب الشخصية المثيرة للجدل جوهر وأهمية نقاش مندلسون مع جاكوبي، يعني خاصة كان جاكوبي يعني كان جاكوبي أعتذر قد أكد أن سبينوزي هي الموقف الثابت الوحيد للميتافيزيقا القائمة على العقل وحده، وأن الحل الوحيد لهذه الميتافيزيقا الضارة بالدين والأخلاق هو قفزة إيمانية. تلك الميتافيزيقا التي رفض ليسينج المسكين أن يتقمصها، يعارض مندلسون الخلاف الأول جاكوبي بمحاولة إثبات التناقض الميتافيزيقي لسبينوزا، أنه يستهدف حجة جاكوبي الثانية من خلال إظهار كيف أن سبينوزية المحضة أو وحدة الوجود التي يتبناها ليسينج في النهاية تختلف اسميا فقط عن الإيمان بالله، وبالتالي فهي لا تشكل تهديدا للدين ولا للأخلاق. جادل بأن العديد من آراء سبينوزا كانت متوافقة مع الفلسفة الحقيقية والدين. ربما يكون سبينوزا قد أعطى تلك الفلسفة الحقيقية صيغتها الأكثر حدة، ولكن في جميع الاحتمالات من خلال اشتقاق فكرتها المركزية عن الانسجام المسبق من سبينوزا. على ذلك كما يقول ماندلسون لا ينكر سبينوزا كثيرا تمييز العالم الحقيقي بقدر ما يفسره كما هو الحال في عقل الله قبل الخلق الموجود فقط كجزء من الله. إذن هذه أفكار ردود، هذه ردود مندلسون على يعني تهمة جاكوبي لي يعني ليسينج. نأتي في ضوء ذلك في أن الفرق بين الإيمان بالله الواحد ووحدة الوجود يتحول في النهاية إلى دقة تأملية دون عواقب عملية، أي على تفسيرات مختلفة لاستعادة النور الإلهي. وبناء على ذلك يستنتج مندلسون أن مثل العديد من الخلافات الأخرى في الميتافيزيقا ونظرية المعرفة، فإن الخلاف بين المؤمنين بوحدة الوجود والمؤمنين التقليديين هو نزاع لفظي بحت. فكيف يمكن الاستفادة من التنوير الديني لدى التنوير والتسامح أيضا لدى موسى مندلسون في تأسيس نوع من التنوير والتسامح في بين الأديان بصفة عامة؟ هذه محاضرة أتمنى أن تكون قد مفهومة، وأتمنى قد وجدتم فيها الإضافة. شكرا جزيلا على حسن الانتباه، وإلى اللقاء في محاضرة فلسفية قادمة إن شاء الله.